فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه فضلا؟ ايش يعني فضلا؟ لا وفاء وقضاء. لا هل ترك لدينه فضلا اي مؤنة تجهيزه. بس الان بسأل عن ايش؟ عن المال. هل المال اذا المال الذي يترك وراء الشخص بعد موته اول شيء في هذا المال كما سمعتم الان ماذا يكون؟ تجهيز هذا الميت. يكون لتجهيز هذا الميت هذا القسم الاول. القسم الثاني يكون لسداد الدين. اذا وليس القسم الثالث. المرحلة الاولى ناخذ من ماله بمقدار تجهيزه من تغسيله وتكفينه وقبره.